بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 82. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: الشيخ أرجو أن تفسروا الآية الكريمة والمستفاد منها في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما هدد قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هددوا إبراهيم بآلهتهم أن يخشاها وأن لا يذمها ولا ينهى عنها، هددوه بأنها تضره وأنها تنتقم منه، فهو عليه الصلاة والسلام قال لهم: أي الفريقين أحق بالأمن، المشرك وإلا المؤمن الموحد، أيهما أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الله جل وعلا أجاب عن ذلك بقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. الظلم هنا المراد به الشرك، لأنه أعظم الظلم. قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضعت العبادة في غير موضعها فهذا ظلم، وهو أعظم أنواع الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن، الأمن المطلق أو مطلق الأمن. فالأمن للموحد، ما يكون أمنا مطلقا بحيث لا تمسه النار أبدا، أو مطلق أمن يعني قد يعذب بالنار لكن مآله إلى الجنة، هذا مطلق أمن، وهذا لأهل التوحيد، هم الذين لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخ، ما المراد بالاستواء في الآية الكريمة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ المراد بالاستواء هو العلو على العرش والاستقرار على العرش، صعود، هذه معاني الاستواء على العرش. يقول ابن القيم رحمه الله: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع إلى آخره. فهذه معاني الاستواء على العرش: العلو والصعود والاستقرار والارتفاع على العرش، وهو من صفات الأفعال. أما العلو فهو من صفات الذات، ملازم لذاته سبحانه وتعالى. أما الاستواء على العرش فهو صفة فعل علها إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. هذا يقول: علي أيام من رمضان 15 يوما، وأريد أن أقضي هذه الأيام في عند دخول عشر ذي الحجة ويوم عرفة، هل جائز ذلك؟ لا يا أخي، لا تدخل هذا مع هذا، موسع الله. تقضي الأيام التي عليك وتبادر، وإذا جاء يوم عرفة تصومه من أجل ما فيه من الفضل، وتصوم عشر ذي الحجة إذا دخلت لأجل ما فيها من الأجر، ولا تخلط هذا مع هذا، موسع الله عليك، لا تحرم نفسك من زيادة الخير. نعم. يسأل عن كتاب يا شيخ: الترغيب والترهيب، ما رأيكم فيه؟ كتاب جيد في الحديث، الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ذكر فيه الأحاديث التي فيها الترغيب في الخير وفعل الطاعات، وذكر فيه الأحاديث التي فيها الترهيب من المعاصي والمخالفات، وكتاب جامع مفيد. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: أريد أن أعرف معنى الرياء وما حكمه وصفته. الرياء أن
أن تحب أن يرى الناس أعمالك، أن يرى الناس أعمالك، تصلي من أجل أن يراك الناس ويمدحوك، تتصدق من أجل أن يراك الناس، تظهر أعمالك للناس من أجل أن يمدحوك بها، هذا هو الرياء. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو سعد يقول: ما حكم الشرع في نظركم في وقتنا الحاضر في الحسابات الفلكية في رؤية الأهلة، وهل تعتبر يؤخذ بها؟ لا، ما يؤخذ بها، يؤخذ بالرؤية. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالعمل على الرؤية لا على الحساب الفلكي. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن سبب نزول وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أمره الله أن يجهر بالدعوة، كانت الدعوة سرية، ثم أمره الله جل وعلا أن يجهر بها، فصعد الصفاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصباحا اجتمع عليه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة أنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا قوله جل وعلا: أنذر عشيرتك الأقربين، وهذا فيه دليل على أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه أولا، قبل أن يذهب يدعو الناس، يدعو قرابته وأهل بيته ومن تحت يده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو عاصم الشيخ: ما المراد بشفاعة الرسول؟ وهل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة، أم أنها بالذين آمنوا به؟ الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجة عند من هي عنده، الوساطة في قضاء الحاجات عند من هي عنده، والله جل وعلا قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة في تحصيل الخير شفاعة محمودة، هذا عند الخلق، وعند الله جل وعلا يشفعون الأنبياء، يشفعون والأولياء، يشفعون والأفراط، يشفعون عند الله إذا أذن الله لهم. فلا يشفع عند الله إلا بشرطين: أن يأذن للشافعي أن يشفع، هذا واحد. الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكافر الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. له سؤال آخر يا شيخ صالح، يقول: هل الصلاة في المقبرة جائز؟ لا يجوز إلا صلاة الجنازة فقط، ولا تجوز الصلاة في المقبرة ولا عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم. يقول: قرأت حديث فيما معناه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي المشارق والمغارب. نعم، الحديث صحيح، زواله المشارق والمغارب، وسيبلغ ملك أمته ما زواه الله له منها، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإن ملك الأمة انتشر في المشارق والمغارب، انتشر دين الإسلام وانتشر ملك الأمة المحمدية على المشارق والمغارب، سقطت دولة الفرس والروم تحت راية الإسلام. نعم. يقول الشيخ في فقرته الأخيرة: ما الفرق بين الجبت والطاغوت؟ الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، هذا الفرق بينهما. الجبت هو السحر كما فسره عمر رضي الله عنه بذلك، والطاغوت هو الشيطان، مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، في غير طاعة الله. نعم. هل عبارة افعل ولا حرج من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج؟ وأرجو أن تبينوها وشروطها. نعم، هذه العبارة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من أعمال يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، لأن يوم النحر فيه رمي الجمرة، الجمرة الكبرى، وفيه الحلق والتقصير، وفيه ذبح الهدي، نحر الهدي، فأي شيء قدمه أو أخره لا حرج في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل أبو صالح: هل لبهيمة الأنعام زكاة، وما مقدارها؟ نعم، بهيمة الأنعام فيها زكاة بشرط أن تكون سائمة، أي راعية الحول كله من المباح أو أكثر الحول، إن كان يعلفها كل الحول أو أكثر الحول فليس فيها زكاة، لأنها ليست سائمة، إلا إذا كان يعدها للبيع ويتجر بالمواشي، فإن هذه عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها.
شمسها وهي ربع العشر. نعم. الاستدلال بالشمس والقمر وحكم تعلم المنازل يا شيخ؟ لا بأس بالاستدلال بمعرفة اتجاه القبلة ومعرفة اتجاه السير وما أشبه ذلك، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وخلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها البر والبحر. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت يا شيخ، يقول السائل: هل تختلف مراتب الناس في التوحيد؟ بلا شك، هناك من هو مخلص للتوحيد، وهناك من عنده بعض النقص في توحيده، وهناك من ليس عنده توحيد وإنما عنده شرك والعياذ بالله. الناس يتفاوتون، ما في شك في التوحيد. حقق التوحيد، الذي حقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا يسأل يا شيخ عن نذر المعصية والوفاء به، هل يجوز؟ لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن يكفر كفارة يمين. نعم. السائل أبو عبد الله يا شيخ يقول: أنا في البادية وعند غسلي للجنابة أفيض الماء فقط على جسمي ولا أتوضأ، هل يكفي ذلك؟ إذا نويت الوضوء مع الاغتسال دخل فيه، إذا عممت بدنك بالماء ناويا رفع الحدث الأكبر والأصغر ونويت الوضوء مع الاغتسال يدخل فيه وتصح طهارتك. نعم. يقول: وهل الرجل والمرأة سواء في غسل الجنابة؟ نعم، لا كلهم سواء في غسل الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما معنى حديث اللهم لا تجعل قبري عيدا وحديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني تجتمعون عنده، لا يجوز الاجتماع عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يسلم عليه إذا جاء من سفر ويمضي، فلا يجلس عنده، لا يجتمعون عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره من القبور، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، الوثن هو ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو صنم، هذا الوثن. وأما الصنم فهو ما كان على صورة حيوان أو إنسان من المعبودات، هذا الصنم يقال له الصنم. نعم. له فقرة أخرى يا شيخ يختم بها هذه الرسالة، يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لمحبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الطريقة أن تحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. نعم. يقول: أشكل علي فضيلة الشيخ كلاما قرأته، وهو في هذا النص أن السماوات سبع والأراضين سبع، هل هي سبع مثل السماوات فضيلة الشيخ؟ نعم، الله جل وعلا خلق سبع سماوات وهذا في القرآن، وخلق سبع أراضين كما قالت جل وعلا: ومن الأرض مثلهن. نعم. يقول: ما سبب نزول ليس لك من الأمر شيء؟ سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام دعا على قوم ولعنهم من المشركين لما أضروا بالإسلام والمسلمين، الله نهاه عن ذلك وقال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وقد تاب الله عليهم، تاب الله على هؤلاء الذين أساءوا إلى المسلمين، فتاب الله عليهم وتابوا إلى الله وأسلموا. نعم. يقول الشيخ السائل: لي أخ كفيف اقترب من 45 ولم يحج ويريد أن يوكل يا فضيلة الشيخ، لا يجوز له أن يوكل إلا إذا كان عاجزا عن الحج ببدنه، عجزا مستمرا، مرضا مزمنا، أو كان شيخا كبيرا هرما، فإنه يوكل من يحج عنه حجة الإسلام. نعم. يقول الشيخ: في وقتنا الحاضر وخصوصا رسائل الجوال تأتينا بعض الأحاديث ويذكر في آخرها: انشر ذلك ولك الأجر بمثله أو أكثر، ما رأيكم يا شيخ في إرسال بعض الأحاديث ولا ندري عن
صحتها. لا تنشرها حتى يذكر الذي أمرك بهذا، يذكر مصدرها ومن أين أخذها ومن رواها ومن خرجها. نعم. يقول الشيخ: هل ورد شيء في صيام شعبان؟ وما حكم تخصيص 15 من شهر شعبان بصيامه في كل سنة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان، لأنه لا يكمله، يصوم منه كثيرا لكنه لا يكمله. وأما تخصيص النصف من شعبان بصيام أو قيام فهذا لا دليل عليه. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء، يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ذهاب الرجل أو المرأة لفك سحر أصابهما، وهل تكفي سورة البقرة والأدعية في فكه؟ فك السحر بأمرين: بالرقية، وذلك بقراءة سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، هذا فيه فك السحر بإذن الله. والأمر الثاني الأدوية المباحة المجربة في علاج السحر، وهذا ما يسمى بالنشرة، نعم، وهي حل السحر عن المسحور، يكون بالأدعية ويكون بالأدوية المباحة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لفريق العمل في هذا البرنامج، وهذه تحية من زميلي عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم، والذي سجل هذا اللقاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.